كما نتابع في الصور كان في استقباله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمطار هواريب مديان الدولي. أذكر أن الزيارة هي زيارة دولة. نتابع الرئيس مجلس الأمة صالح قوجيل في استقبال رئيس دولة فلسطين بالطريقة التي تليق بدولة فلسطين الشقيقة، رمزية كبيرة في هذه الصور التي نتابعها الآن عند نزول رئيس دولة فلسطين سيد محمود عباس بمطار هواريب مديان الدولي. الاستقبال كان على أعلى مستوى من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكبار مسؤولي الدولة والسلك الدبلوماسي أيضا. إذن أذكر أن هذه الصور تأتينا مباشرة من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، ووصول سيد محمود عباس إلى المطار واستقباله بالقاعة. الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع ضيفه رئيس دولة فلسطين الشقيقة السيد محمود عباس. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يأخذ صورا تذكارية مع ضيف الجزائر السيد محمود عباس.